اتفاقية جديدة بين البنك الوطني الجزائري ومجمع صنع الغاز ستمكن زبائن صنع الغاز من دفع فواتيرهم إلكترونياً، وذلك عن طريق 400 آلية على مستوى الشبابيك المتواجدة عبر المستوى الوطني. كاين الدفع الجوالي، واستعمال البطاقة والآلة، اللي موجودة في الشبابيك. وكاين الشق الثاني هو التسديد عن بعد، يعني الآن هذا الخدمة في استطاعته يكون موجود في داره على 11 تعديل على 12 تعديل، يدخل في الكمبيوتر يشوف فاتورة ويسددها. الناس تنجم تقرا الفاتورة نتاعها على الانترنت. عندنا شركة اللي هي تنضم لمجمع صنع الغاز، واللي هي تعمل في هذا الإطار نتاع الرقمنة والعصرنة نتاع الفواتير. عملية الدفع إلكترونياً ستجنب أيضاً حسب المسؤول الأول عن شركة صنع الغاز مشاكل عدة كانت من قبل، خاصة فيما يخص تهرب العديد من دفع الفواتير، ما كبد الشركة خسائر مادية باهظة. غادي ما يكونش عندنا مشاكل في الدوين هذيك اللي تراكمت، نظن باللي الناس غادي تسلك على حساب هذا، ما يوليش فيها عز، نظن غادي تقلص من الدوين تاعنا ان شاء الله. راهي الدور زوايا 58 مليار دينار، كانت في 64 مليار دينار، والامور راهي تحسن. هذا وقد بلغ عدد الاتفاقيات المندرجة ضمن المبادرات الاستراتيجية التي اطلقتها الحكومة منذ شهر اكتوبر المنصرم إلى نحو 10,000 عملية، يعمل البنك الوطني الجزائري على تكثيفها مستقبلاً.